أين ذهب معاوية؟ معاوية وين الآن؟ من منكم يعرف قبر معاوية وين؟ معاوية اللي حكم الشام، كم عام حكم الشام؟ أظن 40 عام حكم الشام معاوية. الحاكم المطلق صار على أعظم إمبراطورية بعد قتل أمير المؤمنين صلوات الله عليه واضطرار الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه للحتنة. أكبر حاكم، قبر ما عنده الآن. إذا واحد من ذرية معاوية، إذا أكو واحد ما يجرأ يقول أنا من ذرية معاوية، يعني عار أنه واحد ينتسب إلى مثل هذا الرجل. وأين علي صلوات الله عليه؟ فينسخ الله ما يلقي الشيطان.